خلال تصويرها ستوري على سناب شات دخلت والدة بيسان اسماعيل عليها ومنعتها من تصوير الستوري وحتى وضع المكياج. الموقف اللي اعتبر البعض محرج ويعتبر البعض الآخر انه موقف طبيعي بيحصل. عنكم ماما فاتت علي وانا عم اعمل يلا يا بيسان. ماما كل ما صور ستوري بتقولي يلا يلا. حبيبتي انت بتصوري ستوري قبل ما نطلع المشوار بثواني؟ مشان الله يلا اعمل ميك اب ولا لا؟ اكيد لا صح؟ ما عندنا وقت. اوكي.